في صلاة النور. هذه الأشجار جاءت هكذا، إما هناك آيات فيها 4 أشجار، آيات فيها 3 أشجار، آيات فيها شجرتين، مثل الآية التي تفضلت بها، فيها في سورة الرحمن يعني فيهما فاكهة ونخل ورمان، يعني فاكهة يعني أن عام، تعبير عام أن كل الفواكه الأخرى يعبر عنها الله سبحانه وتعالى بفاكهة، ربما تكون تفاح، ربما موز، ربما فراولة، ربما مشمش، ربما رقوق، لكن هذه جاءت بالاسم فيهما فاكهة ونخل ورمان، يعني النخل والرمان دائما يأتي بالاسم، والعنب والزيتون والتين كلها جاءت بالاسم، أي آية واحدة فيها التين هي التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ما الرمان يتردد مع العنب والنخيل والزيتون في آيات كثيرة، يعني في سورة الأنعام يعني أطول آية التي شمل فيها الله تعبير عام لكل نبات ولكل الأشجار. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية. يعني هنا علينا الوصف بالجمالية وبيبشي نعتم والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، يعني الله سبحانه كلوا من ثمره هنا جاء، يعني الله سبحانه وتعالى يعني. فهذا في سورة الأنعام آية أخرى كذلك حول الرمان وحول اشتباه وتشابه الرمان والزيتون، يعني متشابها ومشتبها وغير متشابه. ربما تشتبه علينا الشجرة أن نقول هذه زيتونة أو هذه رمانة، لكن الفواكه لا تتشابه، يعني الزيتون والرمان لا تتشابه، ولذلك مشتبها وغير متشابه في هذا الخلق الكوني. وهذه آيات كونية هي تفسر وتعرف بالعلوم الكونية وبالأبحاث العلمية. فهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كذلك، يعني هذه في ثم سياقات أخرى تأتي على هذا، هذه الشجرة يعني شجرة الرمان والعنب والنخيل، وهذه أشياء تتردد لماذا؟ لأنها قوية في التغذية. شجرة الرمان جميلة في ظلها فهي شجرة بيئية، فهي شجرة تصبر لملوحة المياه وتصبر لملوحة التربة، هي شجرة لا تفسد التربة، ممكن أن نحرث الأرض تحتها، هي شجرة يعني لا تتقادم، ممكن أن تبقى يعني 1000 سنة ليس هناك مشكل، هي شجرة لا تتسوس يعني لا تعالج يعني بالمبيدات. هذه الشجرة أزهارها نافعة وقشورها نافعة وأوراقها نافعة وجذورها نافعة، كل شيء فيها نافع. حتى لما تستظل بشجرة الرمان هو ليس كظل أشجار أخرى وليس كظل المنزل، يعني لما نستظل بالنخل وبالرمان والعنب يعني لا، لماذا؟ لأن الرمان يرطب الجو، يرطب البيئة التي ينبت فيها، ولما تستظل بهذه الشجرة فأنك تستنشق رطوبة يعني لا يجف أنفك ولا يكون هذا الهواء جاف بكثرة لكي يعني يصيب هذه يعني النسيج الداخلي للأنف. الرمان شكله لونه أحمر ولكن أحمر قاتم، وهو يعجب في النفس يعني ويجذب إليه. ثم شكل الفاكهة هي التي خصها الله بالحبوب داخلية، أن التين نأكله كله، أن العنب نأكله كله، ولكن الرمان لا، رمان حبوب داخلية، وهذه الحبوب فيها نواة صغيرة وممكن يجب أن تؤكل. ثم أن هناك غشاء يفرق داخل هذه الرمانة، يفرق ما بين الأجزاء الداخلية، هذا يسمى شحم الرمان. هو الحديث، هذه المقولة سيدنا علي كرم الله وجهه، يعني الشحم، هذه الغلاف الرقيق الداخلي هو مر. والله سبحانه وتعالى خلق المواد القوية لحفظ الجسم في هذا الغشاء، هذا الغلاف، ثم خلق لنا السكر لكي لا نحس بهذا المذاق المر. حلا كنقولوا كندوزوا به هذاك السكر، كندوزوا به هذيك المرورة ديال هذا الغشاء، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن لا نحس بهذه المذاق المر، لأن تحت المذاق الحلو. ونفس الشيء في العنب، نوى العنب مرة ولكن فيها دواء، وخلق الجلوكوز سكر العنب هذا لكي لا نحس بهذا المذاق المر، نحلي به وكأننا نحلي هذه الغشاء. الرمان معروف بحمض الإيلاجيك، هو القوي في سكريات، طبعا لا نتكلم عن السعرات الحرارية،
في سكريات ليس في بروتينات، يعني 0.2 يعني ليس في بروتينات، في سكريات في ألياف خشبية، ولكن القوة قوة يعني الرمان هي في الأملاح المعدنية في الفيتامينات، وكذلك موجودة في هذه الفلافونويدات الموجودة في الرمان. حمض الإيلاجيك هو أقوى الفلافونويدات إلى جانب الريزفيراترول الموجود في العنب في العنب والأولوروبيين الموجودة في الزيتون. هذا يعني هذا الحمض الإيلاجيك لما يتحد مع الجلوكوز يكون جزيئة الإيلاجيتونين، والإيلاجيتونين هي أقوى من حمض الإيلاجيك لوحده، يعني لما يتحد مع الجلوكوز هو يعطي هذه الجزيئة الإيلاجيتونين، والإيلاجيتونين قوتها 10 أضعاف قوة حمض الإيلاجيك لوحده. في شيء من حمض التانيك، وفيه فيتامين بي، فيتامين سي، فيتامين اي. هذا يعني هذا الفيتامين اي والفيتامين سي هي مضادات للاكسده في كميه كبيره من فيتامين سي. وفيتامين بي يعني الفواكه ليس فيها فيتامين بي، لكن الرمان فيه فيتامين بي. الفواكه فيها فيتامين معروفه بالفيتامين سي ومعروفه بالفيتامين اي وكي شيء، ولكن بي ليست معروفه بالفيتامين بي بكثره. لكن هنا يعني الرمان معروف بالفيتامين بي، ولما يجتمع فيتامين اي بي مع سي فمعنى ان الامراض التي يحفظ منها الجسم تكون كثيره جدا، يعني نوسع في قوته الحافظه للجسم. الاملاح المعدنيه مثل المونغانوس، وفي المغنيسيوم، في كالسيوم، فوسفور، شويه حديد، يعني ما فيش حديد لكن فيه هذه الاملاح كلها. هما تبقى الإيلاجيتونين يعني حمض الإيلاجيك هو المكون الاكثر، ثم الياف خشبيه، في بعد اشياء كثيره من البيكتات، شيء قليل من البيكتات، ثم الياف خشبيه اخرى. فيلاحظ الناس على ان الذين يستهلكون هذه الفواكه لا يصابون بامساك، منها التين والعنب والرمان والزيتون. يعني الذين يستهلكون هذه الفواكه، التمر كذلك، التمر، هذه الفواكه الخمسة التي جاءت في القرآن هي لا تضر، وهي لا يمكن لصاحبها أن يصاب بإمساك أو بنقص في بعض الأملاح ولا في الفيتامينات ولا حتى أمراض عوز، يعني أمراض تكون على نقص هذه الفواكه، لأنها فاكهة وكأنها يصفها بها الله الجنة، أن الجنة يصفها الله بفاكهة الرمان، يعني هذا شيء قوي في القرآن، ويجب أن نتبع السياق، لأن الدنيا ليست كالآخرة، في الآخرة ليس أمراض وليس هناك موت، أكيد، ولا ليس مرض ولا موت، ولا يشتكي الناس من أي شيء، ليس فيها زكام ولا ألم رأس ولا سرطان ولا أي شيء، يعني الجنة ليس فيها أمراض، أكيد، وليس فيها يعني. ولذلك هذه الأشياء هي تنفعنا في الدنيا، لأن الدنيا هي اللي فيها أمراض وفيها ويلات وفيها مصائب وفيها ظلم وفيها جور وفيها يعني كل شيء، يعني الدنيا هكذا خلقها الله هكذا، هي ليست دار القرار، هي دار امتحان. فهذه الأشياء تنفعنا في الدنيا، يعني الرمان هذه الفواكه خلقها الله بهذه المكونات كي تنفع الناس في الدنيا، لأن كما قلت لكي لا يصابوا بأمراض ولكي يعني يعيش الناس بسلام، وتبقى دائما هذه النفحات القرآنية، يعني في علم التغذية، وأن علم التغذية أخذ قسط كبير في القرآن في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك شرع التغذية تدخل في الشرع في الحلال والحرام، وهناك تغذية جاءت في القرآن، القانون الغذائي مثلا، القانون الغذائي والتشريع الغذائي موجود في القرآن ولا يوجد في أي كتاب آخر، ثم جاءت أشياء هكذا يزينها الله سبحانه وتعالى ويرمز إليها في القرآن لنعلم أهميتها، ولكي لا نتغاضى ولا ننسى ولا نغفل هذا الناموس الكوني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذن شكرا لكم دكتور على هذا التعريف لفاكهة الرمان، يعني فاكهة الجنة من جديد. دكتور، يعني فاكهة أو منافع فاكهة الرمان عديدة، كيف نستفيد من هذه المنافع؟ لا بالنسبة لا لشحمها ولا يعني حبات هذه الفاكهة، وأيضا حتى قشورها كما ذكرتم في البداية. نعم، مع الأسف نحن نكثر من استهلاك الفواكه المستوردة ولا نستهلك الفواكه المحلية. وعندنا مشكل في المغرب، الزيتون ولا البرتقال ولا السمك ولا الأشياء لا تستهلك يعني بالكمية الكافية. مع الأسف حتى التين الشوكي، حتى التين الشوكي، المغرب من أكبر البلدان إنتاج في التين الشوكي، يعني يمتاز على حتى بلدان أمريكا اللاتينية، ولكن لا نستهلك هذه الأشياء. الرمان لا يستهلك الناس الرمان يعني بكثرة، إما لعجزهم عن يعني فتح هذه الرمانة ثم أكلها،
الحبوب طبعا يعني بمهل على الاقل ياكلوا بمهل والا شيء هكذا او وهذه اشياء يعني مع الاسف نحن ناسف لها لان ربما تكون هناك متعه في تقشير مناطق كبرى في المغرب تنتج الرمان يعني كل المناطق المغربيه كل المناطق يعني المنطقه الشرقيه من يعني هذه ملويه البركان المنطقه ديال العروي المنطقه الشماليه فيها الرمان يعني الشاون وتطوان من جهه باب برد مقريصات بني ملال هذا من جهه بن سليمان سيدي عمار من جهه يعني الحوز ديال مراكش انتاج الرمان جيد تم حتى ورزازات حتى زاكوره يعني الرمان موجود يعني بكثره في المغرب يعني والمغرب من هذه الاشجار هي اشجار متوسطيه وهي شجره لا تطلب اي شيء لا تطلب الا الغراسه فقط تغرس هذه الشجره بجانب الماء وتتركها ولا تتطلب لو غرسنا الرمان غير على جانب الويديان في المغرب جانب الويديان لا نسقيها ولا لو غرسنا الرمان غير على طول الويديان اللي عندنا في المغرب لكنا كفينا المغرب العربي كله من الرمان لان هذه الشجره لا تطلب اي شيء هي اسهل الاشجار التي خلق الله وهذه الاشجار التي اتت في القران لا تحتاج دواء ولا تحتاج سماد ولا تحتاج اي شيء هي النخيل والعنب والتين والزيتون والرمان هذه لا تحتاج اي شيء هي انتاج سهل وان الله سبحانه وتعالى يريد هذه الاشجار وهو يجب ان نشجع على استهلاك على الاقل ثمار هذه الاشجار فاستهلاك الرمان يجب ان يكون على الاقل 4 حبات في اليوم ولا 5 حبات في اليوم للشخص إذا استهلك الشخص كيلو جرام من الرمان يوميا فجيد يعني لا يبقى أي شيء في الجسم لماذا؟ لأن حمض الإيلاجيك وحمض الطانيك خصوص حمض الإيلاجيك إذا اجتمع مع الفيتامينات والأملاح المعدنية يقوم بغسل الجسم الكلينز تنظيف الشرايين بما في ذلك إذابة الصفائح والسدادات التي تتكون بداخل الشرايين تذوب هذا الضيق الذي يحصل داخل الشرايين الذي يترتب عن الهوموسيستين التي تتراكم في هذه الشرايين وتتراكم لان هناك يعني كوليسترول خبيث يعني تاكسد الكوليسترول من الحميد الخبيث هو الذي يجعل هذه الهوموسيستين تتراكم وتخدش وتحفر هذه الشرايين ثم تتكون صفائح على شكل سدادات داخل الشرايين ويكون ضيق هذه ثم يقع ارتفاع الضغط يقع امراض القلب والشرايين يقع اي شيء يعني الشخص الذي ليس لديه دوره دمويه كامله لا يقدر على العمل ولا يقدر حتى على صعود السلم يعني هذا الدرج الطبقة الرابعة أو الخامسة لا يقدر على صعود هذا السلم يعني ماذا لأن الدم هو الذي يجعل هذا الجسم يعمل وهو الذي يجعل الجسم يتحمل لأن الأكسجين وهو الدم هو الذي يغذي هذا الجسم نبدأ بأمراض القلب والشرايين لأن أصحاب هذه الأمراض هم الذين يستفيدون أكثر من الرمان والرمان حمض الإيلاجيك على الخصوص لأن حمض الإيلاجيك هو قوي لأنه يذيب هذه الترسبات داخل الشرايين فعلى الأقل لا تكون نصيحة هكذا يعني بمنظور يعني أحادي هكذا يجب أمراض القلب والشرايين يجب أولا أن يتركوا اللحوم والأجبان الدسم الحيواني والسكر ثم يتناول الرمان 4-6 حبات في اليوم ليس هناك أي مشكل طبعا سيكون نشويات سيكون قطاني زيت الزيتون خضر فواكه أخرى ليس هناك أي مشكل المهم أن لا يتناول لحوم وأجبان فقط ممكن يتناول سمك ليس هناك أي مشكل لأن السمك فيه حمض الأوميغا 3 وهو مهم جدا لأمراض القلب والشرايين أن يتوقفوا عن اللحوم يتناولوا الرمان لمدة شهر أو شهرين لما لا لأن المغرب الرمان عندنا يبقى تقريبا 3 أشهر ولا 4 أشهر يتناول الرمان لمدة شهر بهذه الكمية وبهذه الطريقة وممكن هم سيحسون بدون إيكوغرافيا ولا بدون يعني حتى مراقبة طبية الشخص سيحس لأنه تحسنت حالته لأن أصحاب أمراض القلب والشرايين الشخص يحس بحالته هل هو متدهور أو يحس بنفسه جيد ثم كذلك الأمراض المترتبة عن أمراض القلب والشرايين أو المرتبطة بها وهي ارتفاع الضغط كذلك والكوليسترول والسمنة يعني الناس اللي عندهم سمنة هذو سيستفيدون إن شاء الله من الرمان والرمان يحفظ القلب وأن الله لما تفتح الرمانة هكذا عموديا
يظهر لك القلب، يعني هذه البطين والأذين والداخل في القلب، يعني شكل القلب من الداخل يظهر في, 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 في الرمان. وأن الله سبحانه وتعالى جعل النبات تقريبا النبات كله أوراقه على شكل قلب، وجل الفواكه على شكل قلب. لماذا؟ لأن لكي رسالة كرسالة بدون أن نتعلم، بدون أن نحصل على إجازة، بدون أن نذهب إلى المدرسة، هذه رسوم يرسمها الله سبحانه وتعالى في الكون، كأن الله سبحانه نعم إشارة، كأن الله يريد أن يعلمنا بأن أمراض القلب والشرايين هو نظام نباتي، ونظام نباتي محض، والذين يأكلون النبات لا يصابون بأمراض القلب والشرايين، الذين يأكلون لحوم يصابون بأمراض القلب والشرايين، وأمر سهل بسيط جدا. بعد أمراض القلب والشرايين النساء اللي عندهم مشكل في الهرمونات دائما حمض إيلاجيك يسوي الهرمونات عند النساء معروف يعني كيماويا وفيزيولوجيا نحن نعرف خصائص كل مكون حمض إيلاجيك خصوص الإيلاجيتونين يعني هي اللي موجودة في الرمان الإيلاجيتونين تسوي الهرمونات عند النساء بشرط أن يتركنا اللحوم لأن دائما العدو في التغذية هو الكوليسترول أن يتركنا اللحوم والأجبان أن يكون لديهن نظام نباتي وأن يتناولنا الرمان بكثرة الرمان بكثرة هناك أشياء سنتكلم عنها إن شاء الله ليس الرمان فقط كما قلت والتفاح والعنب الأحمر وخشاش الأرض وكثير من الأشياء لكن الرمان فيه تركيز قوي من حمض الإيلاجيك في هذه الفلافونويدات وتجتمع فيه فيتامين بي مع فيتامين سي مع فيتامين اي مع الأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم لأن المغنيسيوم هو مهم جدا لارتفاع الضغط ومهم جدا لأمراض القلب والشرايين فهذه الأشياء تنفع النساء في الضبط الهرموني يطهر الجهاز الهضمي لماذا؟ لأن هذا المذاق المر هو مذاق حمض الطانيك حمض الطانيك وحتى بعض الأنتوسيانات الموجودة في الرمان وحمض الطانيك يقضي على بكتيريا المعدة هذه الإليكوباكتير بايلوري يقضي على بكتيريا المعدة وهي بكتيريا الآن أصبحت خطيرة على الناس ولكن لا يمكن أن يستعمل الناس لا الرمان ولا قشور الرمان ولا عصير الرمان ولا أوراق الرمان وهم لا زالوا يستهلكون الأشياء التي تشجع هذه البكتيريا يجب أن نكون واضحين في نصائحنا يجب أن يتركوا جميع المواد الصناعية أن يكون طبخ المنزل مواد طبيعية ثم أن يكثروا من تناول الرمان فسيحسون سيرون أن النتيجة باهرة التي سيعطيها الرمان يعني تأثير على هذه البكتيريا المضرة في المعدة. هل تلك الحبيبات هي جيدة للمعدة؟ نعم جيد. لأن هناك من يمتص الماء ويرمي تلك الحبيبات. لا هذه ألياف خشبية خصها الله هي الألياف الخشبية ذي التمر. ما نسميه بعظام. نعم يجب أن يمضغ. يجب أن يمضغ وهذه الألياف هي الألياف القوية لأن هذه فيها 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 ألياف صلبة وهي التي يعني تجعل القولون يتخلص من السموم من الفضلات لا هي تحبس يعني وتحجز يعني الجذور الحرة لكي لا تضرب خلايا القولون من الداخل فيجب أن يمضغ هذه الحبوب أن تمضغ وتبلع لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء لنأكلها ويريد منا أن نستفيد ولكن الإنسان دائما طبعا هناك حلول لمن لا يقدر على مضغها يمكن نعم أن تكون حتى عصير. المصابين بالسكري فاكهة الرمان لا تضر المصابين جيدة. بالسكري نعم بشرط ألا يتناولها مع سكريات أخرى ألا يكثر منها وأن يأكلها بشحمها أن يأكل الرمان بشحمه نعم. لماذا؟ لأن هذه الشحم الرمان أو هذا الغلاف الداخلي الرقيق. هو فيه مادة تشبه الأنسولين جيد. أو تحفز الأنسولين نعم. هو جيد وخلق فيه الله سبحانه وتعالى الأنسولين خاصة بهذا الرمان نعم. وكمية الجلوكوز الموجودة في الرمان هي يعني سكريات كلها مجملة تقريبا هي ما بين 10-15% سكريات وتركيز عالي طبعا ولكن إذا استهلك الرمان يعني بشحمه لوحده بدون سكريات أخرى فلا يمكن أن يضر حتى أصحاب السكري ليس هناك أي مشكل يبقى الأشياء الأخرى لمنها الأشخاص اللي عندهم أمراض مناعية واللي عندهم أمراض مزمنة مستعصية يدخل في الكلينز هو داخل في النظام الغذائي للكلينز وحمض الإيلاجيك هذه مكون حمض الإيلاجيك هو يحسن الأشخاص اللي عندهم أمراض المناعية مثل الميلتيبل سكليروسيس تصلب اللوائحي والألزايمر والباركنسون وهذه كلها أمراض الرمان أصحاب هذه الأمراض يجب أن يستهلكوا الرمان بكثرة وأن يبتعدوا من المواد الصناعية وكذلك المشكل على مستوى الامتصاص امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم يعني هو يزيد في الامتصاص لماذا؟ لأن الرمان يحفز البكتيريا الصديقة بالقولون
هو وسبحان الله كل هذه الأشجار كلها هي تحفز البكتيريا الصديقة. لا الرمان ولا العنب ولا التين ولا الزيتون ولا التمور، هذه كلها تحفز هذه البكتيريا. والرمان يعني في هذه سبحان الله هذه المكونات تقضي على البكتيريا الخبيثة، تقضي على البكتيريا الممرضة، ولكنها تحفز البكتيريا الصديقة. يعني البكتيريا اللبنية نحن نعرف اللاكتيك أسيد بكتيريا هي لا تقضي عليها البوليفينولات ولا الفلافونويدات. نعم. يعني وهي تخمر زيتون. نعم. والزيتون فيه فلافونويدات يعني بوليفينولات قوية. البكتيريا اللبنية هي البكتيريا الوحيدة التي لا تقتلها البوليفينولات والفلافونويدات. نعم. بينما البكتيريا الأخرى الممرضة مثل البكتيريا العصيات حمى التيفويد ولا الستافيلوكوكساي ولا الباسيلس ولا الكلوستريديوم، هذه كلها بكتيريا تقضي عليها البوليفينولات، وخصوص بوليفينولات الرمان. نعم. هي تقضي على هذه البكتيريا الأخرى وتطهرها. نعم. وكذلك بعض الطفيليات في الأمعاء، الرمان يطهر الأمعاء من هذه الطفيليات. نعم. بعض الديدان وبعض أنواع الطفيليات الموجودة على مستوى القولون وعلى المعي الدقيق على الخصوص، فالرمان يقضي على هذه اليرقات. نعم، ولكن بشرط أن يستهلك بقشوره الداخلية. هذا المذاق المر لهذه القشور الداخلية هو الذي يقضي على بكتيريا الإليكوباكتير بايلوري، وكذلك على البكتيريا الخبيثة في الأمعاء وعلى الطفيليات، كذلك على الطفيليات. هناك بعض الدراسات، ولو أن البحث لا زال طفيف جدا قليل، بعض الأبحاث الآن تجرى حول بعض الفيروسات الخطيرة مثل فيروس الأيدز ومثل فيروس التهاب الكبد والفيروس سي، وأعطت نتائج جيدة. يعني هذه البوليفينولات مثل حمض الإيلاجيك وبعض الأبحاث يعني أجريت حوله، وأنه عن له قوة كابحة للفيروسات كذلك، هو يكبح هذه الفيروسات. ويعني لكي لا نترك يعني إن شاء الله، فهناك من ينتظر مرض دون مرض. فجميع الأمراض، أنا أقول جميع الأمراض، يعني لما يكون شخص مريض يرجع إلى النظام الطبيعي ويعمل كلينس، يعمل غسل الجسم، والرمان يدخل في الكلينس، يأخذ رمان صباح مساء على شكل عصير ولا يأكله، ثم يكون نظام نباتي، يكون نظام نباتي. وشو سبحان الله، هي أول فاكهة فصل الخريف، أول فاكهة فصل الخريف هي الرمان. يبدأ الرمان، ثم التمر، ثم البرتقال والزيتون، هذه كلها متزامنة تقريبا من شهر 9 إلى شهر 11 تكون هذه متزامنة، هي الرمان والتين والبرتقال، الرمان والتمر والبرتقال وكذلك الزيتون. هذه الرمان هو أولهم. الرمان يبدأ فصل الخريف، لماذا؟ لأن الناس يأكلون اللحوم بكثرة. فصل الصيف تكون اللحوم الحيوانات سمينة جدا. نعم. والرمان يتزامن مع كل الأشياء التي تغسل الجسم، من البطاطا الحلوة، من القلقاس، ومن كذلك الصفرجل، ومنها هذا الرمان. فهو يغسل الجسم من هذه الجذور الحرة التي تراكمت في الجسم من جراء السفر والأعراس والأفراح. نعم. والناس في فصل الصيف يتحركون بكثرة ويأكلون أي شيء. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى الحل موجود، يعني هذه السنن الكونية التي خلق الله، وهذا الميزان يجب أن نتبعه وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم فقط. مطلوب منا الشكر. شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، صدق الله العظيم. إذن دائما نشكرك دكتور على كل ما تقدمه لنا من نصائح ومعلومات قيمة، وتبحر بنا داخل المغرب كأننا في سياحة داخلية. شكرا لكم دكتور من جديد. دكتور، وردني سؤال عبر البريد الإلكتروني، هل مغلى قشور الرمان يفيد في علاج أمراض اللثة؟ نعم، دائما مع الوصفات، يعني أسئلة دائما تخص الوصفات والخلطات وهذه الأسئلة تهربني كما هي، لا يمكن أن أغيرها. نعم، هو اللي معروف. نعم. اللي معروف في المجتمع المغربي واللي مسموع كذلك أن قشور الليمون تصلح للمعدة. نعم، كل الناس يعني على الأقل بعدا ليست يعني معلومة للبيع والشراء، يعني كل الناس يعلمون هذا الأمر. فقشور الرمان تصلح كذلك، وأنا تكلمنا في الفقرة الثانية على أهمية قشور الرمان. هي فيها حمض الطنيك، الدباغ، حمض الطنيك هو المادة الدابغة، وهذه المواد الدابغة يعني أهميتها معروفة في التغذية، وهي معروفة حتى في الطبيعة، أن الناس يدبغون الجلد بهذه المواد، وأن الرمان كان يستعمل لدباغة الجلد. معنى الدباغة، الدباغة أنه يطهر، أنه يطهر. هذه لما ندبغ هذا الجلد فنقضي على جميع الجراثيم، ولا يمكن لجرثوم أن يقترب من هذا الجلد. ثم أنه يعطيه لون، يصبغ، هي صباغة وكذلك تطهير من هذا الجلد. فهو يطهر الجهاز الهضمي، أكيد يطهر الجهاز الهضمي. ولكن إذا استهلك الناس الرمان كفاكهة
فليتركوا هذه القشور لا يرمونها، ثم ممكن أن تستعمل مع الأكل، لما لا؟ مرة نعم تستعمل، لا نعم المذاق المر هو جيد، جميع الأشياء اللي مذاقها مر هي علاجية، هي جيدة للجسم. يعني الزيتون مذاقه مر، ويعني نوى العنب، نوى العنب الداخلية مذاقها مر، والبلوط مذاقه مر، وكذلك الرمان مذاقه مر. يعني هذه الأشياء، السدر مذاقه مر، يعني لا يطاق. جميع الأشياء اللي مذاقها مر هي فيها جليكوزيدات، يعني هذه البوليفينولات وفلافونويدات بهذا المذاق المر، وهذه هي المواد الدابغة المضادة للأكسدة التي تحفظ الجسم. أن الله سبحانه وتعالى خلقها بهذا المذاق، يعني لينظر كيف نعمل معها، إذا تغافلنا عنها أو إذا رفضناها فسينقصنا شيء، لكن إذا صبرنا وتناولناها فسيكون طبعا خير كثير بالنسبة للجسم. قشور الرمان نعم ممكن أن تأخذ مع الأكل، ممكن أن تستعمل حتى في الطاجين، لما يطبخ الناس هذا الطبيخ يعملوا قشور هذا الرمان. لماذا؟ لأنه يعطي، هو ملون غذائي طبيعي، ملون غذائي، المرق يأخذ لون أحمر، وممكن يعملوه مع أي شربة ولا أي عصير ولا أي شيء، ممكن يعمل مع قشور الرمان. لماذا؟ لأن المواد التي تتركز في القشور الرمان هي حمض العلاجيك، طبعا يكون في الحبوب الداخلية في الفاكهة ويكون كذلك في القشور، حمض الطانيك بتركيز أكثر في القشور، وكذلك السابونين، مادة الكويرسيتين ومادة السابونين. الكويرسيتين والسابونين هي قوية جدا، هي مطهرات قوية. لماذا؟ لأنها تكون في قشور جميع النبات وجميع الفواكه، لأنها يدافع بها النبات، يدافع عن نفسه بهذه السابونينات وهذه الكويرسيتين، وكذلك بهذه الجلوكوزيدات، يعني هذه الفلافونويدات والبوليفينول، النبات يصنعها ليدافع عن نفسه، وهي تصلح للإنسان، يعني وهي تحمي كذلك جسم الإنسان من هذه الأشياء. صحيح أن مغلى يعني قشور الرمان نعم ينفع، نعم الناس لا يشتروا قشور الرمان، فقط لما يأكل الرمان لا يرموا هذه القشور، ثم ممكن أن تيبس، أن تجفف هكذا تحت الشمس أو في الظل أحسن، لأن الشمس يعني تقضي على المواد الدابغة، أن تجفف في الظل ثم أن يخزنوها ويستعملونها، فهي هي جيدة. ليس قشور الرمان، حتى أوراق الرمان، شاي أوراق الرمان كذلك جيد، يعني شاي أوراق الزيتون جيد، شاي أوراق العنب جيد، بشرط أن لا تكون الأشجار معالجة وأن لا تكون قريبة من الحقول التي تعالج، باش نكون واضحين، يعني باش ما نعطيوش نصائح الناس يعني ممكن يعني يتهوروا من بعض الأشياء. دكتور هناك سؤال آخر، هل عصير الرمان يفيد في أمراض العيون؟ عليين بالعكس، وكان عندنا في المغرب كان في الوقت ديال الرمان كيكون واحد الرمد، وهذاك الرمد كان يعزى الى الاطفال الذين ياكلون الرمان قبل النضج. هي عليين، هي مقوله، لا مقوله خاطئه لان لا علاقه لها، لا يصلح، لان لا يقدر الناس على تقطير هذا الرمان في العين، لا يقدرون، لان نعم وقوي جدا، والاشياء التي تقطر في العين ليست كثيره، يعني ما عدا المقدونيس والعسل وأشياء قليلة هي التي تقطر، الكمأة كذلك، هذه أشياء تقطر في العين مع هذه الأشياء، فيجب أن لا يلعب الناس وأن لا يعبثوا بتقطير أي شيء في عيونهم، لأن العين حساسة جدا، ويعني لا تطيق المبيدات ولا تطيق التغيير الوراثي. ولكن الرمان هل هو يعني لا، ليس هناك أي مشكل، يعني حتى ولو قطروا ليس هناك أي مشكل، ولكن لا يفيد، لا يفيد في لا يفيد. تقول سيدة نشتري رمان من السوق، هناك ما هو كبير الحجم وهناك الصغير، فهل هو يعني مغير وراثي؟ لا ليس مغير وراثي، الحمد لله في المغرب لا زال لدينا، ليس لدينا تغيير وراثي في الرمان. ربما هي رأس الشكل، هناك الكبير وهناك الصغير في الرمان. أنا يعني مع الأسف الشديد هناك أغراس تدخل من الخارج، خصوص أغراس الزيتون، ويجب أن لا تغرس في المغرب، لأن هذا الزيتون لا يبقى 1000 سنة مثل الزيتون الذي غرس أجدادنا فعلا. هذا الزيتون لا يصلح إلا 4 سنوات، وأنا ربما يغرر بالفلاحة المغاربة، ربما يغرر بهم، ربما يقال لهم أنه يعطي زيت أكثر، ولكنه بعد 4 سنوات يجب أن يقتلع، فلا نريد هذه الأغراس في المغرب. لدينا الحمد لله فلاحة، مزارعين يعني أكفاء في المادة ويعرفون غراسة الزيتون، ولدينا زيتون بلدي، هذا زيتون بري طبيعي جدا، فليس لدينا أي مشكل إحنا بالنسبة للغراسة، ولكن مع الأسف الشديد هناك موضة علمية
موضة علمية أن بعض الأشخاص تعجبهم حقول العنب في إيطاليا ولا في إسبانيا ويريدون مثل هذه الحقول في المغرب، ونحن لدينا أنواع من العنب لا توجد في أوروبا، لدينا عنب أحمر اللي كان في منطقة دكالة ولا في منطقة بركان كذلك، ولدينا عنب أبيض هذا في منطقة بن سليمان، يعني منطقة يعني البوزنيقة وبن سليمان حتى الهرهورة، يعني هذه نعم نوع جيد من العنب، ولدينا عنب مكناس، هذا العنب كان عندنا عنب جيد، وعندنا العنب مراكش هذه اللي كنا نسموه الموسكا، يعني واحد نوع جيد للعنب السرير هذا اللي يطلع، يعني هناك العنب المعروش والغير معروش، عنب مراكش كان معروش، منطقة تنسيف كان من يعني من أغنى المناطق في العنب، ولكن مع الأسف الشديد الآن يريدون إدخال هذه الأغراس، فلا نتمنى ولا نريد يعني أن يغتر المزارعون والفلاح المغاربة بهذه الأغراس، ويجب أن لا يغرسوا هذه الأغراس المستوردة، لدينا أغراس جيدة في المغرب نكتفي بهذه الأنواع، ولدينا أنواع كثيرة من الرمان تقريبا اللي حسبت أنا شخصيا اللي حسبت أكثر من 14 نوع من الرمان اللي عندنا في المغرب الآن في الأسواق، وكان عندنا أكثر من 38 نوع في المغرب من الرمان على هذا الاستعمار، وكان عندنا المغرب عنده نوع ينضج في شهر 8 قبل شهر 8 الرمان يدخل السوق، عندنا نوع يعني في هذا الصغير الحجم هو ينضج في آخر شهر 7 يكون جاهز للأكل، رغم أن الرمان هو خريفي هو شهر أكتوبر عاد يوصل للسوق، ولكن عندنا في المغرب البلد الوحيد اللي فيه برتقال طول السنة، البلد الوحيد اللي فيه جميع أنواع التين والعنب والرمان تكون في المغرب، ولكن مع يعني مع الأسف هذه الأهمية، لأن إذا كنا نتكلم عن مغرب أخضر ونتوق إليه ونتمنى أن يكون هذا المغرب الأخضر، فلا يكون مغرب أخضر هكذا يعني بالكلام هكذا، فيجب أن نغرس الأرض لأنها غير مغروسة، غير مغروسة الأرض في المغرب لو غرست بهذه الأشجار لكفينا قارتين من هذه الفواكه. نعم وهي فواكه لا تعطي أي شيء، مع الأسف يعني هذا سؤال جيد، ليس مغير وراثيا، هذه السيدة اللي كتسأل على الرمان ليس مغير وراثيا، ولكن بعض المناطق بدأ الفلاح يعالجون الأشجار بالنحاس، يعني المبيد الذي يعالجون به الزيتون، بعد الفلاحة بدأوا يرشون أشجار الرمان وهي لا تحتاج يعني معالجة، فقط في الوقت يعني في فصل الشتاء يجب أن يعني تقطع هذه الأشجار الزبير خصم يزبرها وتسقى، يعني تسمد بسماد عضوي ولا شيء، ولكن تسقى جيد ثم تزبر، لأن لما تجرح فهذه الحشرات لا تأكل هذه المناطق التي تزبر لأنها تكون مرة جدا وقوية، يعني لما يبدأ في التبرعم الأشجار في التبرعم لا يمكن أن يقضي عليه أي حشرة، هو الرمان يدافع عن نفسه، شرط أن يكون مسقي جيد، أن يكون كمية الماء كافية، إذا كانت كمية الماء كافية فهذه المرعمة ستغلب على يعني هذه الحشرات ولا يمكن أن تنال من هذه الأشجار، ولكن مع الأسف أصبحنا كما قلت موضة علمية، هي موضة علمية لا أساس لها من الحقيقة، هي موضة الفلاحة دائما يتوقون إلى هذه الموضة العلمية، حتى معدات الزراعة الآن التي نحرث بها الأرض الآن الناس بدأوا يستعملون هذه الآلات الزراعة التي تزرع القمح في الأرض، وهي يجب أن لا تكون، يجب أن نزرع القمح الزرع العادي ثم نحرط نقلب الأرض لنغطي هذه الزرع، ولكن أنا قلت موضة علمية فقط، سيأتي الوقت الذي سيرجعون فيه إلى المحراث الأول، لماذا؟ لأن علينا نحن نتبع هذه التقنيات لأن هناك أشخاص يعني يتوقون إلى هذه التقنيات، ولكن لو علمنا قوة المغرب في الزراعة نحن علمنا الأندلس علمنا إسبانيا الزراعة وغرسنا الأشجار في هذا العالم، لكن أن نعلم هذه القوة يجب أن تكون لدينا ثقة في أنفسنا، ويجب أن نعلم هذه القوة أننا أقوياء في غراسة الأشجار في المغرب، المغرب أقوى، نحن أقوياء في الزراعة، نحن أقوياء في الإنتاج، فيجب أن نحترم إنتاجنا وبذورنا وأغراسنا وطور تقنيات إنتاجنا، نحن لدينا تقنيات جميع التقنيات الآن المستوردة التي ستدخل إلى الحقول المغربية ستنعكس سلبيا على الإنتاج المغربي، ونحن بلد أخضر يجب أن ننتبه لهذه الأشياء، لا نريد أغراس زيتون ولا رمان ولا نخل تعطينا ثمار لمدة 4 سنوات كالأبقار، يعني أدخلنا أبقار تعطي الحليب 4 سنوات، كانت لدينا أبقار تعطي الحليب 35 سنة، ولكن يجب أن ننتبه لهذه الأشياء، لأن يعني وهذا السؤال في محله، إذا يعني بقينا على سياسة استيراد الأغراس سنستورد أغراس مغيرة وراثية، سنستورد أغراس مغيرة وراثية، يعني إن عاجلا أو آجلا. نتمنى ذلك يا دكتور. سؤال آخر، هل يمكن تخزين حبات الرمان في المجمد؟ ربما هناك ناس يريدون أن يتذوقوا الرمان طبعا لأحبابهم في الخارج ويخزنونه، أنا لا أدري ربما.
نعم، ممكن أن نضعه في البرودة ولكن في المجمد لا، لأن الفواكه كلها لا تتحمل التجميد. ممكن علي أن نأخذ حبات الرمان، يعني أن نزيل هذه القشور ثم على شكل الحب، هذا الرمان على شكل حب ممكن أن يبقى في المجمد، ليس هناك أي مشكل، ليس هناك مشكل، ممكن يبقى في المجمد. ولكن يعني في حالات قصوى كما قلت، يعني إذا كانوا الناس يعني في الخارج ولا يريدون الاستفادة من هذا الرمان أو شيء من هذا القبيل، نعم. أما الرمان في المغرب يبقى 4 أشهر وهي كافية لكي نستفيد منه. وبعد الرمان يدخل البرتقال، بعد البرتقال تكون البقول الخضراء، وبعد البقول الخضراء يكون التين والعنب الأحمر، يكون صفرجل، يكون أشياء هذه، ويكون الصبار، تين شوكي، هذا التين الهندي. احنا على ليس لدينا مشكل، احنا في المغرب في المشكل ديال التنوع، ان الله سبحانه وتعالى نوع لنا سبحانه وتعالى، يجب ان نشكره على هذه النعمه، ان الله نوع لنا كل شيء، وانه يعني سبحان الله آتانا من كل شيء في هذا البلد، يعني ليس لدينا مشكل احنا في التخزين ولا في الاستيراد. نعم. سائله تقول هل قشور الرمان اذا جففت وسحقت نافعه لسوء الهضم؟ علي لماذا سوء الهضم؟ لا أدري. لا تنفع لسوء الهضم مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأن مكونة حمض طانيك هذه هي تكبح البيبسين، لمعروف علميا أن جميع الأشياء اللي فيها حمض طانيك هي تكبح هذه المواد الدابغة، تكبح البيبسين، مكون البيبسين هي لا تصلح. ولكن لماذا الناس يريدون وصفات؟ لماذا هذه لماذا هذه الأشياء؟ لماذا؟ لماذا لا يعيش الناس يعني عيشة عادية بدون اختراع وصفات واختراع خلطات وهذه الأشياء؟ الله علم الإنسان كيف يعيش، علم الإنسان كيف يعيش، وعلمه القدر الذي يعيش به. فالنساء دائما يريدنا الخلطات ووصفات. قشور الرمان ممكن أن توضع مع الأكل، توضع مع الأكل. نعم، ليس هناك شيء يحفز الهضم إلا إذا تمتنع الناس عن تناول المواد الصناعية. لأن المواد الصناعية محملة نعم، ألا يطبخوا في الألمنيوم، ألا يطبخوا في مواد الطيفلون، ألا يأكلوا في البلاستيك، ألا يتناولوا مادام مواد صناعية، في الميلانويدات وفي الأكريلاميد وفي البيروكسيدات، وأن لا يطبخوا بالشيء أو القلي هذا، ثم أن يأكل يطبخوا بالمرق، بزيت الزيتون، في الطين، أن يأكل أكل طبيعي ثم سيهضمون. ليس هناك أي مشكلة، لا يحتاجون أي شيء. أما إذا كانوا يشربون مشروبات غازية ويكونون حلويات وبسكويتات ويخلطون الأكل، فهؤلاء ليس لديهم هضم، وليس هناك حل. يريدون أن يحفزوا هذا الهضم، يجب أن لا نسرع الهضم. هذه نصيحة قل من يفهمها. يجب أن لا نسرع الهضم من فاكهة الرمان. هناك من يريد أن يسرع الهضم، يجب أن لا نسرع الهضم. الهضم يجب أن يأخذ وقت. يعني هناك من يشرب بعض المشروبات كي يسرع هذا الهضم، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه إذا سرع الهضم سيعطي للجسم هالة كبيرة وكمية كبيرة من هذه الاقتياتيات للجسم لا يتحمله، خصوصا الأشخاص لعدم السكري، لا يتحملون هذه الهالة وهذه القوة من الطاقة في الجسم. وهذا هو المشكل، يجب على الهضم أن يأخذ وقت. إذا كان لحم أو مرق أو نشويات يجب أن لا يأكل 5 ساعات على الأقل، على الأقل 5 ساعات. أما الذي يسرع الهضم ثم يأكل ويسرع الهضم ثم يأكل، فطبعا هذا سيصاب بأمراض خطيرة يعني، وعلى الأقل المعدة ستتسع وسيكون هناك مشكل. هذه علين قشور الرمان، يعني تقريبا الأسئلة كلها حول قشور الرمان. لماذا؟ لأن الناس يميلون إلى التعشاب، يميلون إلى العلاج، إلى الوصفات، إلى الأعشاب، وهكذا لأنهم اعتادوا هذه الأشياء. ولكن النظام الغذائي يجب أن نبقى في النظام الغذائي، وأنا أقول النظام الغذائي الطبيعي كافي لتجنب جميع الأمراض، وكافي أن يعود الجسم إلى أصله حتى ولو كان مريض. كافي النظام الغذائي الطبيعي، والأكل في الوقت، وقلة الأكل، والطبخ الجيد، مواد طبيعية، وعدم الأكل في الليل، وعدم الأكل بالسرعة، وعدم الأكل في حالة الضجر والقلق، وشرب الماء. لا، ليس هناك مشكلة، إن شاء الله ممكن للشخص أن يعيش بسلام. إذن شكرا لكم دكتور على كل ما تقدمه لنا من نصائح، ونشكرك أيضا على سعة صدرك وغزير علمك.